يسعد لي صباحكم مشاهدي متابعي قناة زاكروس الفضائية. استطلاعنا اليوم يتحدث عن هل الالتزام في الدوام بوقت محدد يزيد من الإنتاجية ويساعد على الإنجاز؟ وبالتأكيد خليكم ويانا. هل الالتزام في الدوام بوقت محدد يزيد من الإنتاجية ويساعد على الإنجاز؟ أكيد بالضبط، الوقت هو شيء مهم كلش، وخاصة الالتزام بالوقت، لأن الوقت يحدد للشخص أنه هو التزامه بالأوامر، أو مثلا أنه يكون ملتزم بالوقت، يكون التزامه كلش حلو، كلش هذا شيء مهم. طبعا مو شرط، يعني ما اقدر اقول يعني انه هذا السؤال يعني اجاوب عليه نعم، لانه قد يكون الموظف اذا جاء متاخر للدوام يجيب انتاج اكثر، ومرات احيانا يجي مثلا بوقت مبكر ما يحصل على انتاج، بالنتيجه بالاخير يعني فراغ. برايي لان الانسان طبيعته يحب الروتين على شيء ثابت كل يوميه يعيده، فهذا الشيء انه يوخر من انه يسوي مخططات جديده لكل يوم، بس هو عنده روتين ثابت يمشي عليه، فراح يعني يفرغ عقله لينجز اشياء اكثر. هذا رايي. هل الالتزام في الدوام بوقت محدد يزيد من الإنتاجية ويساعد على الإنجاز؟ أكيد، يعني الالتزام بالوقت أول شيء صفة حلوة عند الشخص. ثاني شغلة بالنسبة للإنتاجية، إذا الشخص طبعاً إذا كان مجتهد وحريص على الوقت، أكيد يعني من ضمن الاجتهاد هو الحرص على الوقت، وإذا كان حريص على الوقت ومجتهد بنفس الوقت راح تزداد الإنتاجية. نعم أكيد يزيد من الإنتاجية ويساعد على الإنتاج، لأن الالتزام بالوقت نفسه يعتبر من أهم الالتزامات اللي يلتزم بها الموظف، واللي نص بها قانون انضباط الموظف في الدولة. وأيضا إذا تجين للشرع، فالله عز وجل قال ويل للمطففين الذين إذا اكتال على الناس يستوفون. فاللي ما يلتزم بالدوام حتى يكون رزقه حرام يعتبر من يعني الشرع والعلماء الدين قالوا أنه يعتبر من باب الحرام. ففعل الالتزام بالوقت ينطي إنتاجية وينطي فرصة للتقدم أكثر وأكثر. Yeah.